لاحت لنا وجوه لاجئي الروهينجا حال وصولنا أعتاب ميجا كامب الذي يضم أكثر من 30 مخيماً للاجئين والواقع في المدينة الساحلية كوكس بازار. لتبدأ مهمتنا بالوقوف على أوضاع اللاجئين هناك. وجوه متعبة تسرد بصمت مأساوية الحدث، وملامح تختصر هول ما رأت وشهدت، وأوضاع إنسانية يرهق مرآها كل عين ناظرة. أسباب كافية ليبادر مركز الملك سلمان للإغاثة بتحمل مسؤولياته الإنسانية وتدشين مشروع إيواء لاجئي الروهينجا في بنغلاديش. سلامك، كيف الحال؟ الحمد لله طيب. يعطيك العافية. ياكم الله. سلامة، كم عدد اللاجئين في هالمخيم؟ عدد اللاجئين في المخيمات 1,200,000 لاجئ. 1,200,000. نعم. كم يزيدوا سنوياً؟ يزيد سنوياً تقريباً 50,000 مولود جديد كل سنة. يعني نسبة الأطفال أكثر من كبار؟ أكثر من كبار، نعم. طيب كم عدد المخيمات؟ عدد المخيمات 33 المخيم. 33 عدد المخيمات. هذا شو اسمه المخيم هذا؟ هذا مخيم بالوخالي. بلو خالي رقم 17. 17. كم عدد المتواجدين فيه؟ عدد المجيء 11,000. 11,000. هذا كان البيت الأول والريك، هذا الأسرة كاملة كان يسكن هنا في هذا البيت، ومن هذا البيت وصلوا إلى هذا المستوى. هذا البيت اللي كان ساكن فيه أول. هذا طبعا سقف ممكن مويه كله ينزل. إيه. كان كثير من البيوت بالسيول ذهبوا وشالوا كده. شالت السيول؟ ايه شالت السيول. نحن اخترنا البيوت اللي مركز الملك سلمان، هذه هي البيوت الخربانه، البيوت المحتاجه. هذا نحن اخترنا. كل بيت خربان. إيه. كل شخص عالم. إيه. كثر هذه البيوت اللي اخترنا ونبني من جديد. تبنونها من جديد؟ ايه. صبت ارض، سقف مظل. إيه. ما ينزل مويه، ما يصب مويه. إيه نعم. هواء ما يدخل. ايه. الله يهيب. يا الله. وكله ينام هنا؟ ايه كله ينام هنا، مثل هذا الحصير ينام هنا.